الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أشنو مطلوب منا يوم الأضحية؟ وشنو خصنا نعملو من بعد ما صلينا صلاة العيد وبغينا نضحي؟ كاين واحد السنن وواحد المسائل مطلوبة من المضحي، كاين كثير من الناس كيجهلها كيضيع هاد السنن اللي هي فيها الأجور عديدة كبيرة عند الله عز وجل. أول حاجة هي أنني خصني نستحضر النية ديالي القلبية. هاد الأضحية راها عبادة ماشي عادة، ماشي كندبح لفلان وعلان والجيران، لا لا، أنا كندبح لله. إذا خصني نخلص في هذه العبادة لوجه الله تعالى، نجدد النية ديالك ونصححها قبل ما نضحي. المسألة الثانية هو أنني ديك الأضحية من يكون جايبها خصني نجيبها برفق، شي جرب قوة. عمر رضي الله تعالى عنه شاف واحد الراجل جايب الشات بواحد القوة باغي يذبحها، فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا، أي ديها الموت بواحد الطريقة لبيقة مأدبة، جراش بعنف. إذا المسألة الأخرى كذلك هو أنك خصك توضعها على الشق ديالها الأيسر، إذا على الشق ديالها اليسر ووجهها متجه القبلة، وأنت كذلك متوجه القبلة، وهذا الغنم والبقر، أما الإبل فهي كتنحر واقفة على الأقدام ديالها. إذا هذا الأمر هو كذلك وضعناها، سقناها، جبناها، وضعنا على الشق اليسر ديالها. خصك أولى هو أنك أنت الأول اللي تكون تذبح الأضحية ديالك. إذا كنتي تعرف تذبح مزيان جيد وتعرف تذبح وتجيد الذبح فأنت الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام كان كيذبح الأضحية دياله بيده، وأبو موسى الأشعري أمر بناته أن يضحين بأيديهن. إلا لك الإنسان ما يعرفش مزيان فهذا ينوب عليه، ينوب اللي يكون فيه الدين مش أي واحد، وتنوب كذلك اللي كيجيد وعنده الخبرة فلا بأس بذلك، لكن ماشي تجيبه وتمشي، لا، من السنة أنك تحضر وتشهد الذبح ديالها وهذه القربة لله عز وجل. إذن إذا كنت أنت اللي غادي تذبح، غادي توضع بعد ما حطيتها على الشق ديالها اليسر واتجهتي بها للقبلة، غتوضع القدم ديالك على الصفاع ديال القدم اليمنى، توضعها على الصفحة ديالها، أي تحت من الكتيف توضع هذه القضية كان كيديرها النبي صلى الله عليه وسلم، كيوضع القدم ديالو اليمنى على الصفحة ديالها. ولا بغيتي يساعدك شي ناس لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام كان كيستعان بالرجال كيجيو يشدوا معاه كما كنعملوا انهم كيمسكوا معاه. اذا قبل ما تمرر الموس اش غادي نقولوا؟ بسم الله، الله اكبر، اللهم هذا منك واليك ذبيحة فلان. ولا زاد بغي يدعو الله عز وجل اللهم تقبل مني، فهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اذا ناسي كاع ما سماش، نساو ما قالش بسم الله، لا شيء اعلي، لأن الأصل أنه مسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما يذبح المرء بدينه، راه بالدين ديالو شي ولو انسى اسم الله عز وجل، لكن إلى تذكر وهذا أولى يقول بسم الله، الله أكبر، هذا منك وإلي. الذبح فين كيكون؟ الذبح كيكون في المنحر، وخصنا نحدو الشفرة جيدا باش ما نمحنوش الذبيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بأن المدية خصها تكون ماضية، راه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: ناولين المدية واشحديها بحجر. شحديها هي مضيها، إلا جيبي لي المدية وشحديها مضيها مزيان بالحجر. إذن هذا من باب الرفق. ومن مضيوهاش حدا البهيمة، كان مضيو فيها حدا البهيمة، النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد الرجل سير كي يمضي في هذيك الشفرة ديالو في السكين ديالو حدا البهيمة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ قال لي: واش هذا الشيء مضي بكري قبل ما توصل حدا الذبيحة وتبدأ تذبح. ولذلك الإنسان يخفي هذا السكين ولا يحدها، ما يحدهاش، ما يمضيهاش حدا البهيمة، لأن هذه الأمور كلها تدخل في باب الإحسان. إن الله كما جاء في الحديث في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا هو الأصل الباب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. لأن مني كتحد الشفرة وكتمضيها مزيان كتريح الذبيحة. ومن الأمور المطلوبة لك أنا عندك بزاف ديال البهيم اللي غتذبح، ما تذبحش وحدة حدا أخرى، هذا كذلك من الإحسان، ما تذبحش الأخرى كتشوف فيها. ثم عندك الذبح فين كيكون؟ هذه القضية اختلفوا فيها الفقهاء، وأنا باش نسهل عليكم الأمر راه ما يهمكش، يعني إذا ذبحتي تحت العقدة أو فوق العقدة اللي كيقول لها الخاتم، ذبحتي لتحت ولا الفوق، راه الذبيحة ديالك صحيحة. لكن المطلوب منك هو قطع الوجهين، هادوك
الوريدين اللي كيكونوا ديال الدم قطعهم وتاكد من القطع ديالهم مزيان، لان السكيله كانت ماضيه راه كتمشي مزيان وكتقطع. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه، يدوز الدم ويتذكر اسم الله عليه. هذا هو القصد بالذبح، ماشي بالضروره انك الفوق او التحت، لا راه هذه حلال هذه حرام لان دازت الفوق ودازت التحت، هذا كله من كلام العام. كيقولوا بعض الفقهاء بان الذهاب والرجوع عند الذبح يعني هذا لا يجزي، لا 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 هذا غير صحيح. الصحيح هو المطلوب الاحسان في الذبح، مضي مزيان الموس ودوز، ولا يعني ما قداتش تدويزه رجع، ولا ما قداتش رجع، المهم على انك ذبح مزيان بيدك، كون بقوه ذبح ثم تكون الموس ماضيه، راه الامور كدوز بسهوله وبسلاسه. من بعد كيوقع الغسل ديال المذبح، كاين الناس كيكبوا على هذا المذبح هنا، وكاين اللي كيقول هذا كنحلوه، لا لا هذا كلام ديال العامه، هذا غير تنظيف فقط، ليس من باب التحليل ولا من غيره. اذا بعد ذلك غيبدا المباشره ديال السلخ. وهذا السلخ هذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنده قصه فيه، لانه شاف النبي عليه الصلاه والسلام واحد الغلام كيسلخ واحد الشاز، وبان ليه ما كيسلخش مزيان، فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام تنحى بلاتي بلاتي طرف طرف حتى اريك كيفيه طريقه السلخ. فادخل النبي عليه الصلاه والسلام اليد ديالو بين الجلد واللحم كما كنديروا، جر الجلد ودخل اليد ديالو بين الجلد واللحم، وبدا كيخشي يدو وكيمشي كيمشي كيمشي حتى توارت الى الابط، حتى اختفت اليد ديال النبي عليه الصلاه والسلام، اي نزل مزيان في البهيمه. وقال ليه، قال الغلام يا غلام هكذا فسلخ. اذا تكون السلخ ديالك يكون بطريقه جيده، ما تبقاش كما كنقولوا حنا تفضور البهيمه، دوز من هنا قطع من هنا كذا، تعلم لا باس، لكن اللي اكد وضروري جدا هو انه يكون الذبح متقن، ما تذبحش وتمحم البهيمه، الا ما كنتيش تعرف اعطي اللي يعرف يذبح. ثم بعد الذبح والسلخ ما كنبيعوش من البهيمه، ما نبيعو لا جلد لا لحم لا عظم لا مصارا، ما كنبيعو حتى حاجه، وما كنعطيوش للجزار، كنقول للجزار هاك شد هذا على انه حسب عليك 100 درهم ولا 200 درهم، هاك الجلد ونقص عليا، هاك الجلد هاك العظم هاك المصارن هاك، لا لا لا. قال عليه الصلاه والسلام من باع جلد اضحيته فلا اضحيه له. قال علي رضي الله تعالى عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان لا اعطي الجزار منها شيئا. قال عليه الصلاه والسلام نعطيه من عندنا، اي نؤدي له الثمن، اعطيه الجزار الثمن ديالو، ولكن ما تعطيوش من البهيمه مقابل الاجره. بعد ذلك الافطار، من السنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان كيفطر على الاضحيه ديالو، وقضيه الاضحيه من اي جزء منها تيسر لك، من الكبد من القلب من اي جزء، هذا هو الصحيح، ليس هناك دليل خاص في انها الكبده هي اللي خصنا نفطروا بها خاصه، لا افطر بما تيسر لك ان شاء الله تعالى من الاضحيه ديالك. قضيه الاكل والتصدق والثلوث وكذا، هذه المسائل باش نجملها لكم ما نكثرش عليكم، كل منها تصدق منها هدي منها الاقارب وغيرهم، وادخر منها في الثلاجه، هذا كله من غير تحديد، لا من حدو الثلث الربع كذا، اللي تيسر لك عملو في الاضحيه ديالك، لكن الاجمل تاكل منها وتصدق شي بركه منها، تهدي منها الاقارب، ولا بغيتي تلم منها شي بركه لم منها ان شاء الله تعالى. اذا هذه المعطيات التي ذكرتها هي تفصيل لما على المضحي يوم عيد الاضحى من سنن من مسائل يندب له ان يقوم بها دون ان يدخل في البدع والدم للتخبيه هنا، او يدير الاضحيه الحنة، او يمشي مثلا الاضحيه ويرش الملح قبل ما يذبح يحيد الجن اهل المكان سكان المكان كذا، او يشد الودنين ديالها ويعطيه مثلا اللي بقى ما مزوجاش، او يركبها على الحولي ويمشي بها ويجي باش تزوج، او اللي ما والداش يعطيوها للنصاران او يفعلوا، هذا كله الله يجزيكم بخير من البدع العظام واستعمالها في الكهنه وفي السحر وغيره، هذا كله الله يجزيكم بخير. بلغوا الناس انهم يذبحوا وفق السنه ويتبعوا المراحل اللي ذكرناها ان شاء الله تعالى، يؤجرون باذن الله. فنسال الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يوفقنا الى خير العمل، لا موفق لذلك الا هو، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.